نتائج اختبار صادمة للجنرال الاس 24 ألترا، مواجهة ساخنة مع الايفون 15 برو ماكس وتحطيم للأرقام القياسية، وسامسونج تعلن عن طموحاتها الغريبة لهواتف الفولدبل 6 القادمة وتغيير كبير قادم على استراتيجية التصنيع. الأخبار التازة تنتظركم، فخليكم ويانا. أني أحمد العلي وهذه هي النشرة التقنية. السلام عليكم ورحمة الله، وتحية طيبة لكم أحبابي المتابعين الكرام. إذن فهواتف الآيفون تملك سمعة كبيرة فيما يتعلق بالسي بي يو أدائه، والكل يعرف مدى قوة معالجات أبل. بالمقابل فهواتف الأندرويد سوت قفزة كبيرة بقوة معالجاته بالسنوات الأخيرة وقدمت أداء خرافي بموضوع الجرافيكس، أما السي بي يو فكانت أبل هي المسيطرة هنا. ولكن الظاهر أنه هذا الحال ما راح يستمر هواية، لأن التغيير الكبير قادم على هاتف الاس 24 ألترا ومعالج السناب دراجون 8 جن 3. قبل بضعة أيام تم الكشف والإعلان الرسمي عن السناب دراجون 8 جن 3 المزود داخليا بالجنريتيف AI وكومة مميزات ومواصفات خرافية، واليوم تم الإعلان رسميا أيضا عن نتائج البنش مارك للسناب دراجون 8 جن 3. وخلوني أخبركم هنا أنه الأرقام فعليا تطير العقل. تقدرون تشوفون على الجيك بنش 6 سجل المعالج 7501 نقطة بالمالتاي كور الأداء المزدوج، تقريبا أكثر من 270 نقطة من معالج أبل الأخير الـ A17 برو تشيب على هاتف الآيفون 15 برو ماكس. وهذه هي المرة الأولى من أكثر من عقد من الزمان اللي يتمكن بها السناب دراجون من تسجيل نتائج أعلى من معالج أبل بالمالتاي كور سكورز على الجيك بنش، واللي هو أمر ماسف وكبير. وبالمناسبة فالجيك بنش ما مضبط تماما للأندرويد، ومع ذلك فالـ 8 Gen 3 تمكن من هزيمة الـ A17 برو بالمالتاي كور بيرفورمانس، إضافة إلى أنه معالج السناب ما زال مصنع بالـ 4 نانومتر بينما معالج أبل بالـ 3 نانومتر، واللي يخلي من هذه النتائج مثيرة للإعجاب أكثر وأكثر. أما لو تحولنا إلى نتائج اختبار السنجل كور فنلاحظ هنا أنه الآيفون 15 برو ماكس ما زال محتل الصدارة. وبالانتقال إلى نتائج الأنتوتو واللي تختبر السي بي يو والجي بي يو بنفس الوقت، فأيضا هنا السناب دراجون 8 جن 3 تربع على عرش الصدارة أكثر من معالج أبل الأخير بـ 44%، واللي هو أيضا أمر عظيم لعالم الأندرويد. وبنتائج اختبار البيور جي بي يو فالـ 8 جن 3 سحق معالج أبل الأخير ومرغ بالتراب بنتيجة 31% أفضلية. وممكن الآن تتساءلون عن الإفشنسي الكفاءة، لأنه خلونا نكون واقعيين يا شباب، عمر البطارية هو أهم شيء لمعظم المستخدمين، وهذه هي النتيجة أمامكم. معالج السناب دراجون 8 جن 3 أفضل شيء هنا، أفضل من 8 جن 2، وأفضل حتى من معالج أبل الأخير الـ A17 برو. يظهر بالنتيجة أنه الجي بي يو على الـ A17 برو يوصل بقمة أدائه إلى الـ 10.9 واط، بينما الإدرينو جي بي يو يوصل بقمة أدائه إلى أرقام أعلى من معالج أبل، وبنفس الوقت يستهلك طاقة أقل بالـ 8.7 واط. فبيسكلي السناب دراجون 8 جن 3 مو فقط يقدم أداء أفضل من معالج أبل الـ A17 برو بالـ CPU والـ GPU، إنما يسوي كل هذا مع استهلاك طاقة أقل. فبالتالي نتوقع أنه البطارية حتستمر لوقت أطول وتقدم أداء أفضل، وننتظر النتيجة طبعا على أرض الواقع الفيصل الحقيقي هنا. لا تنسون أنه سامي حتستخدم نسخة خاصة من معالج السناب واللي تجي مع كلوك سبيد عالي أعلى من النسخة القياسية لمعالج السناب 8 جن 3، لذلك فالأرقام والنتائج حتكون أفضل من كل هذه اللي ذكرناها. وممكن أيضا هنا تتساءلون لوش نحتاج كل هذه الطاقة، لوش لازم تكون الهواتف جاية مع أكبر وأقوى العتاد، لأنه already الهواتف سريعة وجدا قوية. مثلا الـ S23 Ultra كان وما زال هاتف رهيب مع أداء مثالي. الحقيقة ممكن قبل بضعة أشهر كنا ممكن نتفق مع هذا الكلام، ولكن الآن لا، لأنه يا شباب الجنريتيف AI هو الشيء الكبير التالي بعالم الهواتف الذكية، واللي هو already وصل للعالم. صار بالإمكان الآن عمل أمور كانت بالسابق مستحيلة وممكنة فقط بأفلام الخيال العلمي الساي فاي. على سبيل المثال وأبسط شيء، ميزة حذف الأشخاص والأجسام من الفيديوهات، واللي ما كانت موجودة ولا نسمع بها بالسابق بعالم الهواتف الذكية، لأنه حاليا نحتاج ساعات عمل متواصلة على أقوى البرامج للبي سي واللابتوبات حتى نسوي هذا الشيء، إضافة إلى أنه نحتاج أن نتمتع بالكفاءة والتدريب الكافي لعمل هذه الأمور، لأنه معقدة وصعبة نوعا ما على الجمهور العادي البعيد عن برامج التعديل. ولكن مع هاتف الـ S24 Ultra
راح يتمكن المستخدم من عمل هذا وحذف الأجسام بلمسات سحرية بسيطة. فمثل ما تشوفون الجنريتيف اي اي يحتاج الى طاقة كبيرة وذاكرة واسعة لعمل هذه الوظائف ومثيلاتها. لذلك صار الان من الضروري والمهم جدا ان تتمتع الهواتف الذكية باقوى العتاد وبالسرعة العالية حتى تكون جاهزة دائما لجميع وظائف الجنريتيف اي اي وبقية الامور اللي تظهر يوم بعد اخر بعالم الهواتف. فالمستخدم حيكون جدا مرتاح مع هاتف الـ S24 Ultra ومعالج كوالكوم الخارق لسناب دراجون 8 Gen 3. إلى أخبار مثيرة للاهتمام من سامسونج عن سلسلة هواتف الفولدبل وهدفهم القادم لعام 2024، حيث طبقا لتقرير جديد من The Elec فشركة سامسونج حددت هدف طموح جدا للعام القادم واللي هو مبيعات توصل لل 20 مليون وحدة من هواتف الفولدبل لعام 2024. What? وهذا رقم كبير جدا حتى مقارنة مع الرقم الحالي اللي هو 15 مليون لعام 2023. هذا الطموح ما أعرف بالضبط اعتمد على أي عوامل، ممكن بالفعل تكون مبيعات الفولدبل لهذه السنة حطمت الأرقام القياسية للشركة وصارت سامي تطمح للمزيد. وبالمناسبة وحسب معلومات المبيعات فنعرف كل الزين أنه بالفعل المبيعات للفولدبل 5 كانت جيدة جدا، ولكن ملك المبيعات كان الفليب 5 وليس الفولد 5، والسبب الواضح لهذا الشيء هو السعر والتغييرات الكبيرة اللي حصل عليها الفليب 5 مقارنة بالفولد 5 الأخير. مع ذلك فالمنافسة حاليا وبالسنة القادمة حتكون أشد بعالم هواتف الفولدبل، وسامسونج صارت تواجه المنافسين حتى بالولايات المتحدة مثل هواتف الريزر وهواتف البيكسل فولد وغيرها من بقية الشركات واللي تقدم مواصفات رهيبة وتنافس بشراسة فولد سامسونج. الهواتف الفولدبل الأخيرة تميزت بأعلى المواصفات والعتاد والكاميرات الفلاكشيب على عكس المواصفات اللي التصقت بها سامي على هواتف الفولد. ولا تخلوني اصلا ابدي بالكلام على اشد منافسه تتعرض لها الشركه بالاسواق الصينيه مع هواتف الفولدبل الرهيبه الحصريه بالصين من شركات مثل شاومي، فيفو، واوي، تكنو واوبو، وهذه فقط بعض الاسماء مو كلها. اونر بالخصوص ده تقدم هواتف فولدبل مع مميزات ومواصفات رهيبه كانحف هواتف فولد بالعالم. لذلك فالظاهر حتكون هناك استراتيجية جديدة لسامسونج مع هواتف الفولدبل، واللي سمعناه حاليا انه الشركة حتعمل على ديزاين او تغيير بالديزاين للفولد 6 بحيث تخليه افضل وانحف واكثر عملي من الوضع الحالي. شنو توقعاتكم للفولد القادمة من الشركة واي التغييرات والتطويرات اللي حنشوفها عليه لمواجهة جيش هواتف الفولدبل من حول العالم؟ خلوني اعرف آراءكم وافكاركم بالتعليقات. وخلص هذا كان كل شيء ويانا لهذا اليوم. إذا تحبون معرفة المزيد من آخر الأخبار والمعلومات ومتابعة كل شيء جديد بعالم التقنية أول بأول، تأكدوا من متابعتنا على اليوتيوب وبقية المنصات. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون تتركون بصمتكم بلايك عملاق وفعلوا كذلك زر الاشتراك. كان وياكم أخوكم أحمد العلي، شكرا لكم على حسن المتابعة ونلتقي إن شاء الله بالفيديوهات القادمة. في أمان الله.